الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على العبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، أسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم حرصكم وأن يثبت لنا هذا الخيص ما حلينا أبدا. أقول إخوتي الكرام، المسألة في هذا الباب مسألة عظيمة، هي مسألة السنن والتمسك بالسنن والهلاك كل الهلاك هي البعد عن السنة. فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا وفتح لنا وكتب لنا بهذا الخير. نسأل الله جل وعلا في عليائه أن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين. باب كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصيام في الصوم في السفر. طبعا هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا المطابقة تامة بين الترجمة وبين الحديث. ثم ذكر حديث ليس من البر. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا آدم إياس من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري من خيار التابعين. قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر رضي الله عنه، وجابر من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال ليس من البر الصوم في السفر. قال ليس من البر الصوم في السفر. هذه مسألة مهمة جدا، أنه ستأتينا في باب العبرة من اللفظ أم بخصوص السبب. رضي معك يا سعد، يعني نفتقدك كثيرا وعلمنا أنك ما تستطيع تعلق. المهم أننا نسعد بأنك معنا، لكنك في الليل لا تكون معنا، ما أدري لما، لكن في العصر رأيتك أكثر مرة أنك معنا. بس الله أن يفرج الكرب وأن يرسل لك الأمر. لكن كما قلنا، الأهم في الطلب ليس الطلب بل الاستمرار في الطلب. ليس من البر الصيام في السفر. هذا حديث أخرجه مسلم بلفظ ليس البر أن تصوموا في السفر. وقال شعبة وكان يبلغني يعني أحد أبي كثير، أنا كثير طبعا تعلمون، والذي قال لا ينال العلم براحة الجسد، أنه كان يزيد في هذا الحديث أنه قال عليكم برخصة الله التي رخص لكم. قال فلما سألته لم يحفظ. وأيضا رواه الوليد عن أوزاع حدثني يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر مر برجل في سفر في ظل شجرة يرش عليه الماء. كان الله فعاونك يا بخيس، أحسن الله عليك. فسأل فقالوا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، عليكم رخصة الله التي أرخص لكم فاقبلوا. اختلف عليه في إسناده، ولكن في الجملة تعلمون الحديث صحيح. يقول أبو حاتم يعني في عللي هذا خطأ، إنما هو محمد عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن جابر. والحديث له طريقان آخران، أحدهما من طريق كعب بن عاصم الأشعري مرفوعا ليس من البر الصيام السفر، وهذا أخرجه الحاكم بإسناد صحيح عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللبيهقي ليس يعني قال تكلم بلغة القوم، قال ليس من أم بر أم صيام في أم سفر، وهي لغة بعض العرب يبدلون لام ميما كما قال أبو القاسم البغوي. والطريق الثاني من طريق ابن عمر مرفوعا ليس من البر الصيام في السفر، أخرجه ابن ماجه، لكن قال أبو حاتم منكر. يقول ليس هنا ليس من البر، من هنا زائدة لكنها جاءت لتأكيد النفي. ومن قال بأن قول النبي ليس من البر الصيام في السفر من للتبعيد خطأ مبين، بل من هنا زائدة لكنها جاءت زائدة لتؤكد النفي، مؤكدا النفي، يعني الصيام في السفر لا بر فيه. لكن هل هذا على عمومه أم نطبق قاعدة العبرة بعموم اللفظ في السبب؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء في هذا الباب. لذلك الظاهرية يقولون من صام في السفر فقد أثم،
وصيامه باطل. من صام في السفر فصيامه باطل. من صام في السفر فصيامه باطل. لا يصح. وأنه يجب عليه الفطر. وقالوا هذا حديث ظاهر جدا أنه لم يكن البر فهو الإثم. لم يكن البر فهو الإثم. وأيضا قد قالوا ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغ الكديد أفطر وشرب بعد العصر ثم أمر بالفطر فقالوا أناس صاموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. قالوا ولا تكون المعصية إلا إثما فيكون قد خالف الشرع. وقال فيهم وهم يعني على سفر في لما لم يفطروا قال أولئك العصاة، فاستحقوا الوصف بأنهم عصاة لأنهم أفطروا ما أفطروا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة مسألة عظيمة وفيها خلاف وخلاف فيها معتبر، لكن حقيقة الأمر إذا نظرنا نظر العلم سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام مسافرا وصام الصحابة حالة كونهم مسافرين. وقد قال أنس كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا المطيع فمنا المفطر ومنا الصائم، فلا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك صيام، ولما نزلوا ووضعوا الرحال استظلوا بظل الشجر فقام المفطرون فأقاموا الخيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الفطر كان جائزا في السفر، ولا يقال منسوخ، ولا يقال منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من يصوم. ولما جاء حمزة بن عمرو الأسلمي يسأله قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت فصوم وإن شئت فافطر في السفر. فمن احتج بقوله ليس من بر الصيام في السفر وأولئك العصاة احتجنا عليهم بأن النبي صام وأفطر والصحابة صاموا وأفطروا، وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر وإقرار الفطر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال منسوخ، لا يقال منسوخ، لا سيما أن الجمع موجود حتى لو قلنا بتأخر الدلالة أو الأدلة تأخر أدلة على أدلة حياكم الله وبياكم. فالصحيح أنه ليس المنسوخ، الصحيح أنه ليس المنسوخ ويبقى الجمع. أما قول أولئك العصاة لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال إنكم قد اقتربتم من عدوكم، نعم، والفطر أقوى لكم، ويذهب يفتح مكة، ومكة تعلمون أهل مكة وعداوة أهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال والفطر أقوى لكم. يبقى إذا كان لابد أن نقول سمعنا وأطعنا، لأن تفعلوا أمرا وقد أفطر النبي بعد العصر، فلابد من الاتساء به حتى لا يقال بأن المسألة أنهم تقدموا بين يدي الله ورسوله. وأما قوله ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، فنقول قوله ليس من البر الصيام في السفر ينظر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أوتي مرة على رجل يلتف حوله الناس يضللونه وأيضا رشون عليه الماء، قال ما به؟ قالوا صائم، قال الصيام ليس من البر الصيام في السفر. أدلة أن هذه هنا العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب، يقولون العبرة بعموم اللفظ، قلنا قصر الأمر على 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 اللفظ من على السبب من أجل القرائن المحكمة، من أجل القرائن المحكمة التي أثبتت أن المراد قصر اللفظ العام على السبب. كان النبي قال في هذه الحال ليس البر بالصيام في السفر، لأنه لما قال أنس قال وما منا من صائم إلا رسول الله وإلا عبد الله بن رواحة، صيام في السفر والآن صام النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الكديد. فإذا وقصة عبد الله بن رواحة غير قصة الكديد أنه بلغ الكديد فأفطر، عشان ما يقال منسوخ، فيكون بهذا الباب في هذا الباب أن النبي صام مسافرا. يبقى لو قال ليس البر صيام في السفر على العموم لقلنا كيف يصوم؟ وطب حتى لو كان خصوصا له على ما تقولون في رمضان، ماذا أقر عبد الله بن رواحة؟ أقر عبد الله بن رواحة على الصيام، قال ما منا من صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. فحقيقة الأمر هنا لابد أن نعلم أننا بالقرائن المحكمة
القرآن المحتفى المحكمة، لنا أن نقول بالتأويل، لنا أن نقول بغير ظاهر النص، لنا أن نحكم القرينة لأنها تدلني على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. لما صام النبي وأقر عبد الله بن رواحة، قلنا عندما رأى الرجل يظلل ورش عليه الماء قال ليس من البر صام سفر، ليس في هذه الحال سيقتل نفسه الرجل، وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غني أن يعذب أحدكم نفسه، وزاد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه بوروه فلا يمشي ولا أركب عندما نظر بذلك. ومن الفوائد أيضا أنه لا وفاء لنذر، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يطيق ابن آدم، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يطيق ابن آدم. وهنا أيضا قد نقول بأنه حجة للجمهور بأنه لو نظر أن يعصي الله أو نظر فيما لا يطيق لا وفاء للنذر ولا كفار، لأنه لم يأمر بالكفار وإن كان على استحباب الكفار. الفوائد المستنبطة: الأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا إذا دلت القرينة على أن المراد قصر اللفظ العام على السبب، وهذا يأتي شرحه كاملا بإذن الله في أصول الفقه تأثير الوصول، لأنه عندنا الليلة تأثير الوصول. نعم إن شاء الله. الفائدة الثانية: وقائع الأحوال لا تعمم لكن يقاس عليها مثلها، وقائع الأحوال لا تعمم لكن يقاس عليها مثلها. سعة الشريعة لم تترك شيئا، لا شاردة ولا شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت بها، في كل موقف يأتي الدليل عليه، وهذه سعة الشريعة، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.